التعليق على الموضوع ينضم الينا من فيينا عبر الهاتف الصحفي والاعلامي العراقي الاستاذ زياد السنجري. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. المعهد الامريكي للاعلام قال بان الميليشيا دور كبير بتفشي الفساد في العراق، يعني برايك كيف ساهمت الميليشيا باذكاء الفساد الحكومي في العراق؟ مساء الخير. كما يعلم كل مشاهدي قناتكم قناه الرافدين وكما يشاهد المواطنون في كل يوم عبر وسائل الإعلام التلفاز والمقروء والمسموع بأن الميليشيات تقوم بأعمال ممنهجة، حيث استطاعت أن تعمل على إنشاء مكاتب اقتصادية وبشكل علني، وهذا ما أشار له رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي. الميليشيات تقوم بتمويل نفسها، خاصة هناك عجز كبير ونتيجة الفساد المعروف في الحكومة العراقية قامت بتمويل نفسها، فحيث فرضت أتاوات على المواطنين واستطاعت أن تجني أموال طائلة عبر فرضها رسوم لكل أعمال البناء والإعمار خاصة في المدن المنكوبة، كما قامت كذلك بفرض مبالغ مادية على الدوائر الخدمية وأنشأت سيطرات ومناطق لكي تستفيد منها بشكل مخالف للدستور أو مخالف للأعراف والتعليمات الحكومية. لا، الميليشيا الحشد وكلنا يعلم، وعبر تصريحات من أعضاء في مجلس النواب الحالي قالوا بأن التفجيرات التي حدثت في العراق في الفترة الأخيرة وخاصة في تل الأحفر وفي القيارة وفي مدينة الموصل هي أعمال تهيب لبعض المواطنين لكي يتم دفع أتاوات مالية ونسب معينة تفرضها قيادات تلك الميليشيات الخارجة عن سلطة القانون في العراق وبغطاء حكومي، حيث أن الحكومة غارقة في الفساد لا تستطيع أن تحاسب تلك الميليشيات على المبالغ التي تفرضها على المواطنين والشركات والقطاع العام والخاص. نعم، المعهد قال بأن نفوذ الميليشيا اتسع بعد قرار الحكومة بمساواة رواتب الميليشيات برواتب قوات الأمن، كيف ترى القرار؟ وهل فعلا نحن أمام دولة داخل دولة؟ الحقيقة الميليشيات لا تعمل على إنشاء دولة داخل دولة، وإنما هي تفرض نفسها هي الدولة الوحيدة والسلطة الوحيدة، فلا يوجد قرار قضائي يستطيع أن يلجم تلك الميليشيات، ولا تستطيع أي سلطة موجودة حاليا في الحكومة العراقية أن توقف تلك الميليشيات عن الأعمال التي تقوم بها. قبل مدة وأنا على اطلاع، حيث قام مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى بلقاء رئيس الوزراء وقدموا له تقرير مفصل أمني عن الأعمال التي تقوم بها الميليشيات في مدينة الموصل، وبحضور قائد عمليات نينوى الذي قام بنفسه اللواء نجم الجبوري بتقديم تلك التقارير لرئيس الوزراء. ولكن نحن نعرف جيدا بأن تلك الميليشيات هي من أتت بعادل عبد المهدي، وهي التي مسدودة من قبل الأحزاب السياسية، حيث أن قائمة الفتح أو قائمة البناء أو كتلة الإصلاح كلها لديها ميليشيات تعمل ليل نهار على جباية الأموال ووضعها في أرصدة خاصة تابعة لهم، بل وقامت وذهبت أبعد من ذلك بإنشاء استثمارات خارج العراق في إيران وفي تركيا وفي سوريا لكي تستمر عملية تمويل تلك الميليشيات وفرض نفسها كدولة صاحبة قرار مطلق نستطيع أن نقول عليه اليوم. والحكومة الآن اللي موجودة في بغداد هي حكومة شكلية لا تمتلك من القرار، من زمام القرار والمبادرة أي شيء إلا بالتمثيل الخارجي، وهو تمثيل ضعيف جدا يستثمر لكي تدعم تلك الميليشيات عبر الأسلحة والقواعد المتواجدة لتلك الميليشيات. سيد زياد، يعني تحت أي غطاء قانوني تمارس هذه الميليشيات عمليات جني الأموال؟ لا يوجد أي إطار قانوني حقيقة، باستثناء تعليمات صدرت بعد فتوى من رجل مدني، رجل دين وهو علي السيستاني، وهو رجل ليس عراقي بالمناسبة، ولكن هناك له مكانة لدى مكون رئيسي في العراق والمكون الشيعي، تم استغلال تلك الفتوى الدينية وبناء منظومة كبيرة كانت منظومة داخل دولة داخل دولة، والآن أصبحت هي المنظومة الرئيسية، فلا يستطيع الآن لا السيستاني وغيره بحل تلك الميليشيات
ونجمها والتي ذهبت بعيدا جدا، حيث تشارك الآن في عمليات في خارج العراق وليس في داخل العراق فقط، مثل ما يحدث الآن في سوريا، وهناك تبني لخطاب وإنشاء خبراء، إرسال خبراء متفجرات إلى الحوثيين في اليمن، وتعمل على زعزعة الأمن، وفتح مكتب للمعارضة البحرينية في بغداد، وهي تعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتهديد دول الجوار بأعمال التفجير والقتل التي قامت بها في العراق، ونقل تلك التجربة لأنها لم تلجم لحد الآن. نواف، في البرلمان أكد بأن هناك يعني أحزاب سياسية وميليشيا تسيطر على منافذ حدودية تجني منها أموال كبيرة جدا. أستاذ زياد، يعني أين دور الحكومة الرقابي على هذه المنافذ، وأيضا ما تسمى هيئة النزاهة من كل هذا؟ هيئة النزاهة هي أفسد جهة موجودة حاليا في العراق، وهي تتقاضى مبالغ طائلة من كل ملف تفتحه على أي وزير أو أي مسؤول في الدولة، وإنما هدفها أيضا هدفها كهدف الميليشيات أن تقتاد على الفتات، لكن الميليشيات لديها ليست منافذ حدودية فقط في البصرة وفي زاخو وابراهيم الخليل، ونحن نتحدث عن ميليشيات حتى البيشمركة، ونتحدث عن ميليشيات تسيطر على أبار النفط مثل ميليشيات الإمام علي وعلي الأكبر وغيرها في على أبار حقول النفط في ديار وحق النجمة، وهناك عمليات تهريب ممنهج وواضحة لتلك الميليشيات تقوم بتصدير النفط خارج الضوابط والتعليمات، بل وأكثر من ذلك ذهبت إلى نشر حتى عمليات تزوير، نشرت مبالغ مالية كبيرة جدا لفئة الدولار في عدد من المحافظات المنكوبة، وقامت بجلب مبالغ طائلة مزورة من إيران ونشرها في تلك المدن، وهي لغرض تمويل نفسها، وتقوم بغسل هذه العملة وعبر عمليات الاستثمار، وهي مؤشرات ليست جديدة بالمناسبة. يعني ما تقوم به الميليشيات هو برنامج واضح ويعرفه الجميع، بل قبل أيام هناك مناقصات دخلت إحدى الميليشيات إلى مقر دائرة نفطية أو وزارة نفطية، وفرضت التجهيز العقد لها من دون غيرها، فنعتقد بأنها تعمل وفق في وضح النهار وليس في ظلام الليل، وهي لا نواب. نعم، نواب عنينة وقالوا بأن الميليشيات تبتز سكان المحافظة، ما دلالة هذه الممارسات ولماذا ضد سكان محافظات مستعادة بالذات؟ الحقيقة الميليشيات كما أسلف لا يرجح أي شيء، اليوم قتلت أحد المواطنين وهو موظف منتسب في دائرة صحة صلاح الدين، تم اختطافه وتم العثور على جثته اليوم خلال 48 ساعة، كذلك قامت قبل فترة بقتل شرطي أثناء الواجب والاعتداء على منتسبين بمختلف الأجهزة الأمنية مثل الشرطة والجيش، ولكن هذه الميليشيات هي تقوم بكل شيء كما يحلو لها، فالشخص الذي يعترض هو لديهم بعثي صدامي داعشي تكفيري، المسميات موجودة، الاعتقال موجود، مذكرة إلقاء القبض موقعة ومختومة، مجرد إنزال الاسم عليها يتم اعتقال الشخص. يعني حتى هذه المكالمة التي أتحدث بها اليوم هي تجعل مني إرهابي أو تجعل مني شخص معارض لممارسات الميليشيات، تكفي بأن يتم اعتقالي، ومثل ما حدث مع كثير من الصحفيين وحدث مع كثير من حتى السياسيين وداخل العملية السياسية يتم اعتقالهم حتى من نفس المذهب أيضا، فأعتقد بأن الميليشيات خرجت عن السيطرة تماما. الأستاذ زياد السنجري الصحفي والإعلامي العراقي كتبنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.